السلام عليكم شباب، معكم المهندس عماد سعدي من العاصمة الحبيبة بغداد، أحد طلاب دورة الأستاذ محمد سيف أونلاين الدورة الثالثة. أحب أن أبين رأيي بكل صراحة ووضوح في دورة الأستاذ محمد سيف، والتي ألخصها تقريبا في نقطتين. النقطة الأولى في شخص الأستاذ محمد سيف الذي كان قمة بالأخلاق، طبعا الرجل عنده معلومات قوية وغزيرة في الصيانة. يعني أني سمعت منه معلومات عمره حياتي ما سامحها في الصيانة، اتمكنك في العمل في بورد الموبايل لمدة تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات، وبيديك الهوت اير والكاوية وانت مسيطر وما تخاف لا تروح تطفئ البوردة من ايدك. طبعا هاي نقطة مهمة اللي كنت أنا يعني عاني منها، عندي تخوف من انطفاء الجهاز أثناء العمل. النقطة الثانية هي في دورات الأونلاين، طبعا كان عندي تخوف منها أنه ما نفتهم، بس أنا شفتها كأنه أنا قاعد في نص محاضرة، تسأل الأستاذ ويجاوبك ويسألنا هو وإحنا نجاوبه. يعني أنا يوم من الأيام طولت المحاضرة تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات ولم يمل الأستاذ من المحاضرة، ومن كثر الأسئلة اللي إحنا سألنا لها. يعني هذا رأيي في دورة الأستاذ محمد سيف، وإحنا حين نشكره على جهده ونشكره على التعب اللي تعبه ويانا. يعني تقريبا الدورة طولت شهرين أو 3 أشهر، إحنا داخلين بالشهر الثالث والرجل مستمر ويانا وما ضاج ولا مل من عندنا، وشكرا جزيلا.